لقد التزمت وألتزم أمامكم أن في العهدة هذه بمساعدتكم وبعون الله إن شاء الله سأصل إلى إنشاء 450,000 منصب شغل لشبابنا. كذلك بالنسبة للشركات الناشئة، للمؤسسات الناشئة للشباب، انطلقنا في 2020 ب200 مؤسسة ناشئة، اليوم رانا في ما يقارب 8,000، وألتزم أن العدد سيصل إلى 20,000 عن نهاية العهد إن شاء الله. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.